إخوان الأخوات المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، السلام الله عليكم متابعين الكرام، مرحبا بكم ومرحبا بالضيوف الكرام. معنا الأم والأخ ديال المرحوم أمين اللي وافته المنية هذه قرابة ديال 10 أيام نتيجة البرد القارس اللي كانت كتعانيه إسبانيا وبرشلونة بالضبط. خويا أمين والأم المهمة مرحبا بكم، الله يعظم الأجر في الوليد ديالكم، يا باس الله اخويا، عشان يصبركم. مكتوب باس. ما ديتي باس أولدي، ما ديتي باس، ما دبش معك باس. أخويا محسن، اخويا فين وصلت الإجراءات ديال ترحيل الجثة؟ أخويا محسن، أخويا محسن اخويا باقي اخويا قال لك تيتسناو في الحكومة ديال اسبانيا، باش نعم نعم يتسنوا القنصلية، كتسنى الحكومة ديال اسبانيا، هادشي اللي قالوا لينا باش نعم يضبطوا الهوية نعم ديالو وداكشي. انا عاد اتصلت بالقنصل كما قلت لك كاين بريفاد وفي البريفي، وراه الجواب ديالو قال لي بلي لازمنا ننتظر الردود الرسميه حول هويه المرحوم بناء على طلب السلطات الاسبانيه والقضاء الاسباني. يعني لحد الان وعلى حسب ما كان قال لي هو نهار اثنين اتصلت به قال لي يعني غادي يكون اذا كانت شي حاجه غادي تكون في نهايه هذا الاسبوع، ونهايه الاسبوع حنا فيه اليوم الجمعه يعني خصها تكون شي حاجه. اليوم راه الاجدال وقع. 11 يوم اخويا، نعم اخويا محسن 11 الاجدال يوم اليوم اخويا، 11 12 يوم باش مات، واش وين يقول مات؟ اكرام الميت دفنه وحنا باقيين اخويا. دابا الخطا اللي وقع هو لقاو عنده فوتوكوبي ولا ما عرفتش تصويره ديال الباسبور ديالي، ما كنتش نصيفط لي انا، تيبغي يصيفط لي شي فلوس، كنت نصور لي التليفون ما كانش عارف السميه والكنيه، تنصيفط لي باش يكتبها صحيحه الباسبور، هذا هو اللي لقاو عنده ديالي اخويا. هو ولا كان هذا باين. لقاو الكوبيا، لقاو فوتوكوبي ديال هذا الباسبور هذا اللي هو ديالك، لقاوها له في الجيم وداو عليه وحسبوه بلي هو حسبوا هذا هو الدم. الخطا الواقع دابا اللي معطل لنا هذه القضيه. انا نعم تنوريه لكم كاملين، وبغيت كاع الناس يشوفوا. هو اخويا الخطا هو هذا، انا راه هو نعم فقيه محسن. على نعم كارت ناسيونال ديالي اخويا، نعم فقيه نعم محسن. اخويا محسن، نعم هذا هو الخطأ اللي خلاهم انهم يتأخروا يعني بترحيل الجثة. اذا اخويا وعلى حسب ما بزاف عاود اخويا القنصل يعني تصرفتنا. كانوا ناس هنا، ما نعرف واش شي ناس من العائلة ديالكم، كاين شي ناس كانوا غادي يجيو من فالنسيا وقيله، وشي واحد هنا من نواحي ديال برشلونة كانوا غادي يجيو يتعرفوا على الجثة ومن بعد تراجعوا. هادشي اللي في خباري انا، لا اخويا دوك واحد الناس ما اثنين تيعرفوش الجثة. دابا حنا كيتصلوا بينا الناس بغاو يمشيو زعما يديروها اي دخلوا تا هما وهذا، ولكن ملي وصلوا ديروا غير للقضيه الخير ديال وصافي. يتعرفوا على الجثة هما ما تيعرفوش الجثة، هما كانوا باغيين يديروا الخير، يعني ما تيعرفوش هذاك السيد، غيدخلوهم يوريهم غيقولوا واش هو هذا، غيقول لي باش غيعرفوا واش هو ولا ماشي هو. ولكن مني ولكن دابا ملي مشات بنت عمو حنا مني قلنا مشات بنت صافي عمو راه راه غايجي، دخلت شافت تيجي وراه طاحت والسيد. لقات نعم النور تيضرب من وجهه سبحان الله. ولكن على حسب ما وصل لي قال لك بحال اللي ما اقتنعوش بالشهاده ديال السيدة داك بنت السيده عمو، ولا شي أنا حاجه. نعم السيدة بنت عمو عطينا الحالة المدنية ديالها وديالو وكل شيء، صيفطنا لها كاع الوثائق اللي كتخص بالله راه أمين فقيه، وكتثبت بالله راه أمين فقيه. وهاد السيده اللي مشات سميتها فقهي نسرين، كنية بحال الكنية، راها بنت عمو ودات حتى بنت عمو سميتو ديال باها، بالله راها الحالة خوها، راها المدنية ديال باها بنت وديال عمو الوالد. حقيقيه، زعما ما كاينش، راهم نعم عائله فقهيه، راهم بحال نعم بحال في انا سوريا. تواصلت مع هاد البنت هذه، مع هاد السيده هذه نسرين، تواصلت معها. نسرين نعم، ومهم انا كنت تواصلت مع القنصل وكان عطاني الرقم ديالها باش نعرف زعما شنو فين واصله الاجراءات وهذا. ومن ذاك النهار ما صراحه ما رجعت في هضرت معايا وما رجعت في هضرت معها، ولكن انا في تواصل يعني مع القنصل. احنا اليوم نعم قل لي. اليوم ولدي كنت نقول 100% اليوم غنسمع اخبار انت غادي يجي ولدي، ولكن احنا باقيين لان اخويا. البارح ضالين نتسناو البصمه وصلت نعم وقالت لي نسرين راهم جاوبوهم هذو من الرباط، جاوبوهم من تم، قالت لي البصمه راه كاينه عندهم. نعم ومني اليوم على داك الشيء، اليوم ضال. المهم على داك الشيء اللي كانوا واقفين على البصمه ديالو. المهم شي وثائق اللي غادي تجي من المغرب راه توصلوا بها، وقالوا لي بلي راه دايرين جوج ديال المحاميات، كاين ويعني هذا والقرار يعني في يد القضاء.
لان كما كنعرفوا ملي كيكون شي جوج حتى غادي ترحل من بلاد بلاد كيديروا واحد ربي راه فقهي راه شوف اولدي راه فقهي امين وتنطلبكم وتنترجاكم لا شيء عقدوا في هذا الشيء ها فقهي محسن هو هذا اللي هنا وفقهي امين هو اللي مات وحشومه وعيد لا شيء عقدوا في هذا الشيء الله يرحم والديكم وتنطلب من جلاله الملك محمد السادس الله ينصروا لينا وتنطلب من السين حموجي والناس ديال اسبانيا انا اللي سمعت الصباح قال اسبانيا مقلوبه على ولدك امين ودابا الا كانوا يوقفوا يصيفطوا لجولدي في المقاهي والو اصاحبي راه باغي يحلوا راه عيينا متنعسوا ليل نهار اللي طوال والنهار طوال راه هادشي بزاف راه هو في نهار الفاسبوك ديال محسن هو هذا ها هو والله ما بعد ماشي بقاو عندو ورقه شوف ما بقاوش عندو ورقه راه تصويره في التليفون راه تيصورني في التليفون باش ما عرفتش يدير التسكيده ديال التليفون هادشي وباش يصيفط لخوه الا بغى شي حاجه صافي هذيك تقولي خويا صيفط لي كاع باش نصيفط لك في وافاكاش ولا باش يدير السكيده هادشي علاش كان هادشي علاش كان تيعطي هاد الباسبور صافي راه ما كاينش ورقه ها مصور في التليفون ودابا من هادشي كامل ها هو فقيه محسن معايا في الدار وفقيه امير راه مات الله يرحمه عامل ليدان شوف من ناحيه مش باقي لها البصمه قالوا البصمه ديال الدري وصلاتهم اش مازال تيتسناو هاد الناس يرحمونا شويه واش ولدي ما طرحش في اسبانيا ويزيدوا حتى الاصول ما يرحموناش نعم نتمنوا من الله يعني يكون شي خبر غدا ان شاء الله ان شاء الله غنتجمعك نترجاو من الله كنترجاو من الله غدا ان شاء الله نتمنوا من الله يعني يكون شي خبر يعني كما قالوا لنا نهايه الاسبوع غادي تكون شي حاجه نتمنوا من الله يا سيدي ربي غدا ان شاء الله يكون شي خبر اما من ناحيه الجاليه والله اخوتي اذا الجاليه كلها حاسه بكم وكلهم والله اخويا انا كنشكرها نشكر الاخت عزيزه والابتسام وفاتحة راه كاين شي ناس والله اخويا طيبين كيتصلوا بيا وقعدوا تيتصلوا فينا يوميا وقعدوا كيجيبوا لي كاع الاخبار وقعدوا والرحمه تنزل الرحمه في هاد الناس والله اخويا كاين شي ناس الرحمه يصيفطوا لنا ولدنا احنا معذبين احنا تعذبنا راه باش نعيشوا لنا المشكل المشكله مهمتي في يد القضاء الاسباني اما بالنسبه ما كاين لا اشكال لا من الناحيه الماديه كل شيء باغي يعاون كل شيء كيتصل بيا واش محتاجين الفلوس والله العظيم المشكل الاشكال فينا يعني في هذاك يعني تعطلوا شويه يعني ما جاوش باش يتعرفوا على جوج هنا فين وقع المشكل وراه باللي قالنا احنا بشويه صافي نعم. ولدي مات نهار اثنين وحنا ما لحقتنا الخبر حتى نهار الاربعاء في العشيه وهدر التليفون النمره الاخرى باش عيط عليا ولدي راه هو اللي كان داير ديك القناه ديال النمره باش عيط عليا ولدي امين ولدي امين تليفون اللي كان تيتصل بينا يوميا وقف نهار واحد شهر واحد والتليفون الاخر ديال شي واحد صحراوي راه كان معاه هضرت معاهم اسمح لي ام انت هذوك الوليدات اللي كانوا معاه راه معاهم راه كاين في واحد الفيديو وسمع واحد القضيه سمعوني واحد القضيه عافاكم ولدكم امين والله العظيم كان هو السبب مسكين السبب يعني الانقاذ ديال واحد المجموعه ديال الشباب اللي كانوا مساكن بحالو كيباتوا في الزنقه هو السبب راه سبق لي انا هضرت على هاد الدراري اللي كيباتوا في الزنقه اللي كيباتوا في البرد ولكن من توفى امين مسكين واحد الولد اخر محمد اللي هو اليوم الجثه ديالو ما عرف واش شفتوها ولا لا اليوم الجثه ديالو انا غادي نخليها هنا راه ترحموا عليه اليوم غادي يصيفطوها للمغرب مسكين وامين هما السبب باش جمعوا واحد الشباب نعم وجمعوا واحد العدد كبير من الشباب وراكم واقيلا شفتوهم في الفيديو راهو ما جمعوهم مساكن كلهم ولكن هذا الشيء هذا راه كان خصو يتعمل قبل ولكن واخا الحمد لله ولكن اللي بغيت نقول لكم يعني السبب هو ولدكم امين باش جمعوا هاد الشباب الله يجعلها لي رحمه الله يجعلها لي رحمه وان شاء الله باش تعرفوا راه محبوب ومشاهد من هاد الناحيه من هاد الناحيه الضناجر معاه الضناجر معاه لان يعني كان هو السبب بعد تجمعوا بعد دوك اللي بقاو راه بعد ملي تجمع فيهم الحمد لله الوليدات المهمتي ديك الوليدات اللي كانوا كينعسوا معاه راهما دابا في الامان راهما سخان راهما مساكن دابا راه
متخبعين بعدا ما الحمد لله بطريقه هو الحمد لله الحمد لله قد شحال من واحد اخر الحمد لله بلي ناض الناس ودار والجمعيه ومشاو جمعوا الناس من البرد هاد نحكي على هو السبب هو السبب الله يرحمه وسع عليه والله وهذا الشيء هذا راه غادي الدراري اللي بقاو وراه وسخنوا دروك ودخلوا من البرد تطلبهم حتى هما يترحموا عليه لان ولدي ولدي دابا الدناجر مع الدناجر تاع دوك الدراري نعم نعم لله ومهم احنا نتمنىهم الله يا ربي غادي ان شاء الله يكون شي خبر يعني اللي يفرحنا انا على حساب ما قال لي نعم نعم كل نهار قلنا غدا تسمعوا غدا تسمعوا راه علينا راه 11 يوم مرضنا باش يكون الاكرام بيد راه والله خويا راه عالم بينا الله خويا حتى الدري قال لي تما راها عيات حتى الدري قال تما تتنعس ما تشوفوا حتى هي كنت نسولوها تنجيو نسولوها تلقاوها بحالنا بحالها هي مسكينه دايخه كل مره يقولوا ليها كل مره شي راه ديرها خليها الله وصافي الله يرزقنا الصبر اخويا وحق الله اللهم امين اللهم امين يعني اخر ما كاين هو هذا اخويا مسكين واحد من العائله مسكينه هي خلات خدمتها وداك الشيء وراه واقفه وباغا تقضي الغراض وباغا تجيبوا باي وهي باقا حتى هي ملي تنسولوها كي حنا كاينين هنا كي هي كاينه تما الخطا دابا هو هذا واش انا هو انا حي ورزق والمرحوم خويا راه انا فقيه محسن ها اللي لقاو عنده ها هو راه ديالي ها هو راه وافي اصلا الباسبور وافي ها هو ها هو هذا هو اللي صابو عنده راه ديالي انا هذا هذاك تصيفطوا ليها باش يصيفط لي شي حاجه ملي كان ميسر وبقى عنده في التليفون ملي كان في الطاليان وبخير راه ملي جا اسبانيا راه تكرفص راه مسكين صاب ولا تتبان ليها الموت راك سمعتي تفرجتي في النداءات الاولين راه المكرات هما عندي راه صاب نعم اخويا محسن هذاك اللايف ديالكم الاولي اللي داز اول مره والله العظيم مع العالم كامل تيترحم عليه الحمد لله الثلاثه بلي والله العظيم انا والمدام وحتى البكيه يعني داك الشيء زعما الصراحه يعني تاسفنا لكم بزاف وماشي غير اسبانيا كلها والمغاربه كلها يعني نعم كنشكروا نعم اخت ناديه اخت ناديه جات لعندنا هي اللي نعم. اما انا ما كنتش عارفه كاع هذا الشيء ما تنعرفش انا لهاد الصراحه نعم. ومني جات نعم. بعدا الحمد لله الحمد لله نعم المهم رحموا على الناس بزاف وهذا اسمح لي اخويا محسن شوف المسؤولين هنا راه قايمين بالواجب ديالهم وهنا كنزيدوا ناكدوا عليهم يعني كنوجهوا لهم نداء راهو قايمين بالواجب ديالهم راه يصيفطوا لي في اقرب وقت راه ما كيحس بالمجهود المخبوط فيه كما كنشوفوا هذا الاصبح انا وانا فاحلين خوت براد كلشي بريد يعني ولو انه القانون مرحوم والديك من الناحيه الانسانيه يزيدوا يديروا مجهودات باش هاد الوليد يتدفن غير حدا العائله يعني هاد العائله ما طالبين والو طالبين غير الجثه ديال ولدهم ويدفنوا حداهم باش باغينا ندفنوها صاحبي نعم نعم ورا عرفتي شحال دابا حنا سقنا الاخبار المهم 11 يوم باش بات دابا وحنا سقنا الاخبار على بحال نقول على سيمانه دابا ولا ما عرفتش يوميا تيقول لنا غدا يجي وغدا يجي راه صافي اخويا راه والله اخويا لا خويا محسن خويا محسن اللي نفترض اللي قدر سيدي ربي وما كتبش ما موافقينش انتم يتدفن هنا لا صاحبي لا خويا لا يجي المغرب لا خويا راه الناس اللي بشنا خويا الناس اللي بشنا المغرب يجي لهنا يجي لبلادو نتوما لا خويا كنطلب الناس كاع اللي في السطاح لا صاحبي ما يتفرش كون كان يتفرش الشب كون كان بعدا كون فقدوا واش بنادم ماش بالبرد تشب وهذا ويتفرش الشب لا ما يمكنش صاحبي انا بعدا والله ما المسؤولين ديالنا والولد دوا معايا نهار السبت واش ولدي دوا معايا السبت والحد الحد الحد هي فين دار ديك التصويره حس براسو مسكين عيال شي قال على داك السيد قال لي هاك الورده شنو هذه امي يلا والاثنين قالوا مات مع رشوني راه دويت مع داك الولد مسكين رشنا شنا الفيديو هذوك الناس راه كانوا معاه راه ما يعاودوا لك اسعد السيد قال لك صيفط الورده لامي مسكين المهم خويا محسن مهمتي هذا نداء اخر للمسؤولين انهم يزيدوا يديروا مجهودات نداء اصاحبي راه شحال من نداء درت نداء الاول نداء الثاني نعم. وبزاف اصاحبي الناس اصاحبي ما في قلبهمش الرحمه اصاحبي انا خوها انا هو الباسبور انا راه كنتعصب اصاحبي انا هو فقيه محسن اصاحبي الله مات بالبرد مات بالبرد ويزيدوا ثاني ما يصيفطوش لينا راه غادي يحكوا لا اصاحبي لا انا بعدا غادي نمشي انا بعدا غادي نمشي على براسي والله محسن محسن من نهار ما تخوه ما تياكل ما تيشرب
نعم. لا صاحبي راح شوف صاحبي صاحبي بارك هذا الصدمة اللي فينا والحزن اللي فينا يزيدوك يقول لك ابنه شبه شلو ولا شلو ابو والدي ابو اخوه ليش غيتفلج شكون ترحب عليه شبه شكون غيولي يمشي يزوره شكون شكون اخويا هو هذاك اللي غيعكب عليه تفلج حنا ذا جناه غادي نبردو برنو انا لو خارج شنو القار حدا قبرو انا ضربها حنا قلقنا نمشيو حدا القبر ديالو نقراو عليه القران ونجيو نتفاجئوا شويه راه غادي راه اش غنقول لك هو اخو راه ناكله والله لقاو تمشي ياكل والله بنت ناكل بالله ونتمنى الله في النهار ديال والله صلح لنا غادي تقالوا لي شي حاجه صافي اصبر يا صاحبي ترى تابو قتل وليت هي ما عرفت نعم شوبة. والله تا كاملين حاسين بكم اه صاحبي راك يقولوا كل شيء هذا هضروا لك لا اله الا الله ونعم اخويا وانا قلت لك راه دابا الامر في يد القضاء وراه انا على حسب ما قالوا لي كاين جوج ديال المحاميات والقضاء حتى يسرس راك اش غنبغي المغاربه بغيت المغاربه تاهم يتحركوا كاع في اسبانيا واخا يعرفوا ما عرف شنو جيبوا لنا خونا صاحبي اللي كانوا مغاربه نيت راه بزاف اصاحبي هادشي انا راه كنحس بالحقره راه كنقول لكم كانوا شي مسؤول ولا شي حاجه كنا هذاك الشيء زربوا عليه دقيقه ولكن شنو حنا دراوش ولا ما عرفتش نعم صاحبي نجي بقى في الحال اخويا راه بردت يعني والله جبرت حاسين بكم اخويا محسن والله العظيم اذا حاسين بكم ونتمنى والله يعني في هذا النهار ديال الجمعه يعني يتحقق الطلب ديالكم اللي هو الجثه ديال الابن ديالكم ويتدفن حداكم كنظن عندكم شي حاجه ما تضيفوا خويا محسن ممتد عندكم شي حاجه ما تضيفوا اضافه اخويا هي بغينا يجيبوا لينا خونا اخويا هذه هي الاضافه شنو دابا بغينا اخويا يقول لك راه غدا جاي يمشيو تعرضوا لي لدفنوه باش نرتاحوا واحد شويه ملي غدفنيه والفور وهذا انا لحد الان باقي ما متقبلهاش باقي ما عرفتش لي دري صغير خويا عمره 27 عام خويا عرفتي كنبقى دايما معاه ليل ونهار لمده 4 سنين اصاحبي راه بغيت شنو هذيك الحرقه انا فين جيت بعدا غتقول راه الحمد لله راه بغى الله راه بعدك بدي ودابا حنا ما عرفناش شنو اصاحبي راه ما عرفني هذه بنت راسه بلاصه راه غيحس اصاحبي اه ربي تنقول لك خليها الله وسام الرساله ديالكم ونداء ديالكم وصلاح الله محسن قولي لكاع اللي تكلم بهادشي ديال الجثام ونقل القنصليه والوزاره الداخليه والوزاره الخارجيه الناس اللي مكلفين بهادشي اصاحبي راه خاصهم في اقرب وقت اصاحبي ما غيخسروا حتى حال هبو ها وخوه هبو ها هو كيتصلت راه صافي اخويا راه بزاف اخويا والله طلبوا الله خير اخويا محسن طلبوا الله خير غدا ان شاء الله تكون شي اخبار ديال الخير وتشكر كاع الناس اللي واقفين معنا وبسالتينا الاخاله عزيزه هي في مدريد ومسكينه وما مخلياش من جال وكاع الناس اللي في المانيا ناس بزاف اصاحبي تيعيطوا لينا وتيسولوا وتيتهم تيصيفطوا مجهود وراه بزاف اخويا راه باقي حنا بغينا نسمعوا هذه الاخبار الله يرحم الوالدين الجاريه المغربيه المقيمه في اسبان في برشلونه وقفوا معنا كاملين الله يرحم لكم الوالدين شغل نقول لك وقفوا معنا اخويا صيفطونا اخويا غيكون خير ان شاء الله يعني هاد الناس ان شاء الله راه حتى هما راه فيهم الانسانيه ان شاء الله يكون خير وما غادي ان شاء الله اخويا الله يحفظك اخويا الله يحفظك ونقدر نشوفونا اخويا راه نشوفنا الحاله كيفاش دايره الله يحفظك اولدي الله يحفظك اولدي شوف كيدير صيفطي لينا في المقاريض راه حنا مراد ان شاء الله راه اي خبر غدا ان شاء الله ولا هذا راه نتصل بكم ونتمنوا من الله خير يا ربي تصبحوا على خير والله يصبركم الله يعظم الله يحفظك اللهم امين الله يحفظك اخويا بديت شي باس معاك حاول تتصل بالقنصل واكدوا عليا اخويا راه حنا الله ان شاء الله راه شفت اللايف ديالك في الاول وهذيك الهضره اللي قال لحد الان باقى لي لا ديك ديال ونقدروا نديروا اتصال لا ديك الهضره ما تقولهاش اصاحبي راه لك انت تقول سنود البلاد حره ما تقولش ديك الهضره انا بعدا نقولها انا لا زعما اتصال صيفطي لاخونا زعما تشد بمشي والله العظيم متابعين وكل بغيت دفنوا تما كاع ما يموتش اصاحبي كلكم كتجمعوا في الناس مش خليوش الناس الناس الزرقاء مش خليوش هاد الشيء اصاحبي اوروبا اصاحبي والناس ما تجيبوش بالبرد لا حتى
ترى وقعت اوروبا لو انا هذاك راجع صاحبي نكذب عليك والله خويتي كرهجه بالله وكروسي يا ودي اش نقول لك ودي هادشي هذا كله باقين الشباب يعني كيغامروا. المهم كيغامروا بزاف متابعين الكرام وخوتي الصوت ديالكم وصل ونتمنوا في العاجل في العاجل القريب وما كرهناش غدا ان شاء الله يكون شي خبر الخبر اللي كتمناوه انتما غدا كبير عبد الله وكنتمنى غدا كبير عبد الله وكاع الجمهور اخوتي اللي عندك اخو في القناه وانا غدا جمهور وبنادم اللي بغى يدير لاجر راه يديروا ونتمنى من المتابعين ديالنا يدعوا معاكم ويدعوا مع امين دعوا مع هاد الناس بالصبر ودعوا مع المرحوم الله يرحمه الله يجدد عليه الرحمات وما نطولوش عليكم بزاف امسيه سعيده ومعكم مباركه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى شكرا وبركاته. بزاف خويا شكرا ولدي شكرا شكرا خويا.